تواجد حاليا بالمسجد الأعظم بالمدينة العتيقة. هذا المسجد يمتاز بإطالته على البحر. بني هذا المسجد قبل دخول البرتغال سنة 1869، وقد حول إلى كنيسة على يد المستعمر بلدين البرتغال والإنجليز سنة 1960. وعندما حررت مدينة طنجة من يد المستعمر، أمر المولي السلطان بإقامة الشعائر الدينية فيه، وأمر فاتح المدينة باشا علي بن عبد الله بتحبيس الدور والأماكن المجاورة على المسجد. وامتاز هذا المسجد بتصميمه الهندسي مما كان معروفا أو مضوبا في مدينة الأندلس. وقد توالت عناية الملوك العلوية بهذا المسجد، حيث قام مولى إسماعيل بإصلاحه وترميمه، كذلك مولى إسماعيل ومولى سليمان، كما قام جد الملك محمد شلت الملك حسن الثاني رحمه الله بإعادة بنائه وتوسيعته بإدخال صمات العدول إليه بتوسيعته، وأقام به صلاة الجمعة، كما أمر المؤمنين صاحب الجلال محمد السادس بإصلاحه وترميمه سنة 2003، وأدى به صلاة الجمعة يوم الجمعة 3 غش 2003. وتوالى على هذا المسجد على الخطابة علماء فضلاء، منهم عبد الله قنون وعبد الحافظ قنون، كما يتولى الآن مهامة الخطابة به العلامة سيدي محمد قنون الحسني رئيس مسجد العجين العلمي الجهة والجهة طنجة سيطوان الحسيمة. وكما كانت تقام بهذا المسجد دروس يومية وحلقات علمية في الفقه والحديث والتفسير واللغة والفقه، كما كانت لهذا المسجد حركات وطنية منه انطلقت في مسيرة واحتجاجات ضد المستعمر. كما يعرف هذا المسجد الأعظم كباقي المسجد الأخرى خلال شهر رمضان، حيث تقام به دروس وعظية خلال شهر رمضان قبل صلاة العصر وبين العشاءين، يقوم بها علماء وفقهاء وخطباء، كما تقام به على غرار باقي المساجد صلاة التراويح يأمها الإمام المسجد أو أحد المشفعين. يمتاز هذا المسجد الأعظم بساعة قمرية تجاد بضاء بساحته لا تجاد على في باقي المساجد، وهي لا زالت قائمة وحقانية إلى حد الوقت. يا لطيف 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 الله لطيف بذا يا لطيف اسألك اللطف بما درس في مقادير اللهم يا لطيف اللهم يا حفيظ اسألك